تبين أعلمكم كيف رسمت هذه الرسمة؟ خليكم مع الفيديو. السلام عليكم، أنا نوت، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. الحين برسم معكم رسمة شفتها من بعد ترست. طبعا الرسمة اللي برسمها هي فطر. أحس بهذه الفترة وصلت أحب أرسم الفطر، أحس شكله كذا حلو. في رسمات كثيرة رسمتها عن الفطر، بعدين بسوي لكم جولة عن رسماتي. من أول شيء أبرسم الجذع حق الفطر، خرب شوي، ثم نحط جذع طالع منها زي كذا وأرقي من فوق، نفس الشيء من الجهة الثانية زي كذا، ثم أسكره من فوق. ثم الجذع خلي عليه كذا زي كذا لوحة، خلي عليه زي كذا زي لوحة، مش كذا أقول. بعدين طبعا هذا سكتش يعني خفيفة، برسم بالرصاص ثم أحدد، ألون ثم أحدد. برسم الباب، بخليه شوي طويل عشان يغطي شوي الفراغ اللي يغطي شوي الفراغ اللي هنا. ثم أنا بحط باب برا مرة ثانية زي كذا، ثم أزين الخطوط زي كذا، وبعدين أزين المقبض حق الباب وحط خطوط كذا، يعني إنه خشب زي الخشب يعني الفطر كذا، يعني لمسات ما أدري شلون أشرح، بس المهم الحين بزين الدريشة. الدريشة مرة عجبتني، أو الشباك دائرية، ثم أطلع كذا نفس الحركة. ثم هذه المفروض لونها كذا لون أسود، أزين زي كذا هذا الشكل. طبعا في إزعاج ظاهر قاعد يلعب هناك، ثم أطلع كذا خطوط، ثم أحط كذا دوائر يعطي شكل. خلصنا من جد، ليتني كبرت الرسمة. الحين بزين القبعة أو الأحمر اللي فوق زي، لا 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 دقيقة شوية خربتها أنا. ثم نزين الفطر اللي جوا يعني. ليتني نزلت هذا شوي. المهم ثم نطلع كذا منه خطوط، وبعدين احط الدوائر البيضاء هذه. طبعا انا بلون اليوم بالالوان قواش. طبعا هذول الوان قواش شريتها من امازون من فتره، فيها احجام، في حجم زي هذه كذا الكبيره هذه، وفي حجم نصها تقريبا. انا اخذت هذه الكبيره وميسو ظهري اخذها والصغيره. تقريبا هذه الالوان فيها الوان اكثر، يعني مثلا الازرق درجاته 5، العلبة الأصغر يمكن درجاته 3. إيه طبعاً ألوان القواش هذه تقريباً ألوان مدموجة بين الألوان المائية والألوان المهم لا تعرفونه. الألوان هذولي لو فتحت من العلبة حسيتهم إنها جافة يعني كذا متلاصقة مع بعض، هي زي كذا أصلاً. حطوا بها موية، اخلطوها وترجعوا نفس مكانها، تكون زي ألوان الأكليريك الخفيفة اللي بعلبة. الشرح مرة جنن. خلصت الحين من شكل الفطر، بعد كذا هنا نباتات، ثم برسم هنا زي الأوراق، بعدين ورقة أكبر، ثم بزين زي الأوراق هذولي، بزين كذا يعني كأنه عشب طالع منه بارزات يعني عشب. ثم بزين طريق. طبعا هذول العشب اللي طلعتهن ما راح الونهم باللون الاسود، راح الونهم بالخشبي الاخضر الغامق. طبعا هذا القلم انا قلم مره احبه، حق فايبر الكاستل، دائما اشتريه. ثم نزين الصندوق بزينه 3D، ثم نطلع المخطط اللي هنا كذا، ثم برسم حلزونه يكون شكله مره كيوت. طيب بحط كذا عشب من الجوانب، ثم من هنا ودي ارسم فراشات كذا. وشو هذا كذا، ثم فراشة ثانية هنا. اتوقع كذا الرسمة جاهزة عشان نلونها. اذا بتلونون جيبوا البخاخ، تعرفون البخاخ العادي، حطوه به موية ورشوه زي كذا قبل ما تلونون عشان يصير سايح شوي. ف
فالحين بلون انا بلون الفطر هذه اللي جوا بهذا اللون. انا لونت بهذا اللون فبلون هذه مره بيدي، مره احب هذا اللون مره يجنن. بكثر مويه، طبعا هو على حسب، اذا تبون تخففون اللون تكثرون مويه، تبون تثقلون اللون حطون نقطه مويه. قلعي يا بنت. فالحمد لله لقيتهن، ما ادري شلون اول مره اشي فرش وما افتحها بنفس اليوم، هن جديدات يعني ما فتحتهن. خرب البرج حق ضاري. طبعا هذول الدوائر لونتهن ثم بعدين بلونهن باللون الابيض فوقهن طبقه، لانه مره صعب ازين دائره عليه كذا بالضبط. رجعت لكم وخلصت شكل الفطر كذا طلع لونه. الحين ودي ألون اللي جوا بهذا اللون اللي كأنه بيج. الحين ودي أرسم الباب، ممكن أرسمه بنفس اللون أو أرسمه وردي فاتح. أحس هنا في فاضي بس ما أدري وش أحط. ليس لدي أي أفكار. أوكي بحاول أضبط الباب شوي.
وبس هذا الشكل النهائي. رسمة جدا متواضعة، يعني في أخطاء شوي برسمي. نسيت أحدد هذه، بحددها الآن. المشكلة اللون هذا حقي مخلص. يا الله يخلص من هذولي بسرعة، مع إني أحبه من قوة. أيوة هذا الرسم. وبس باي، أحبكم.